سيدي البلابيلي انا دم نشف وروحي سخت على ما طلعت تاني من الصندوق. جرى ايه يا شنوبي؟ جرى ايه؟ ايش حلا ما كنت شفت الليله دي امبارح؟ مش بخاطري يا ولا، مش بخاطري غصب عني. شوف انا كل مره ببقى مش مصدق انها تخرج سليمه تاني. تظهر عليك كده سعاده البيه ان البيت ديت دخلت مزاجك على الاخر. دي دخلت مزاجي وعقلي وقلبي وكل حته من جسمي. اسمع يا ولا منك له. ايه؟ بعد ما يشطبوا الليله دي تعزموهم على العشاء عندنا في الدوار. وانتوا بقى فاهمين الباقي؟ خدامينك يا باشا، دي هتبقى ليله من الف ليله، ليله قشطه وعسل. بس الليله دي غير اي ليله، الليله دي عايش شغل على ميه بيضة. مفهوم منك له؟ السلام عليكم يا اخوانا. مساحة بركات. مرحبا يا سيدي. يا اهلا وسهلا. الشناوي بيه عازمكم كلاتكم في الدوار عنده. ايوه انت هو. الشناوي ده يا اخويا يطلع ايه؟ الشناوي بيه ابن عمدة كفر الندوه، والست نوسة عارفاه كويس قوي. ايوه عارفاه. وانا عارفه كمان، انت راجل كبار. الله، وعازمنا ان شاء الله كده ليه بربطة المعالم ومناسبة ايه؟ عازمكم كلكم. ايوه بس كفر الندوه ده فين حته؟ ساعة من هنا بالعربية. انت فاكرنا بنركب عربيات؟ احنا اخرنا تكاتك. توك توك يا جدع انت، العربيات واقفه اهي وتحت امركم. يلا جات لكم عزومه على الطفطاف، كلوا واملوا كروشكوا وبرطعوا. روح انتوا انا مش عارف اجي معاكم. كلامي ده يا ست نوسه، ده الشناوي بيه شارط ان انت تيجي بالذات. طب واسيب ابويا لمين؟ ما تسيبيه يا اختي، هو يخس بحلابه ولا يخس بحلابه؟ ما تسيبيه ولا عفارتها تاكله، انت كده وشي نحس. ما تسيبيهم، ما صدقنا الفرقه الغلابه دول ما بيلهم لهم بتاع شكلوها. عايزين سبايك، انا ناسي يا حبيبتي. يلا يا بنت تويرو غير هدوم. اه والنبي احسن حاجه قلتيها يا جمالات، اهو نغير هدومنا بدل ما هنروح بهدوم الموالد دي. ايوه بترجع يا بنت. يلا 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 بتعمل ايه؟ يلا انت يلا 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 نلبس الطقم الجديد. يلا يا نوسه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا اخوانا اتفضلوا. اطلع اركب هناك. اهلا وسهلا. يلا يا ابويا. يلا اتفضلي هنا يا ست نوسه اتفضلي. الشناوي بيه مخصص العربية دي كلها لأجل عيونك انت. وش معنى انا يعني؟ ايه دي العزومة دي معقولة مخصوص لأجل عيونك انت يا ست الكل؟ اتفضلي. يلا انا جاي معاك ولا يهمك. يلا يا حبيبتي. لا خلي عنك انت جمالات، انا هركب مع نوسة. عدم المؤاخذة يا سخربوش، العربية دي مخصصة للست نوسة. اركب انت والست اختك اي عربية تعجبك. لا على سبيل بلدينا، العربية دي اللي هتركبها الوحيدة. نوسة دي مرسومة مننا انا ورجل على رجلها. وانت موافق على كده يا ست الكل؟ خربوش يطلع معايا. خلاص احنا تحت امرك يا ست الكل، يتفضل معانا يا سي خربوش. اتفضل يا سي خربوش. يعني ايه؟ ولا اللي وقعت من قهر القفة ولا ايه؟ لا انت ست الكل كلاتهم، تركبي احسن عربية. اتفضلي هنا جنب السواق. اتفضلي يا ست الكل اتفضلي. اتفضلي. تعالي يا جماعة اتفضلي جنب الشباك، تعالي. اتفضلي. انا جاية اهو. اتفضلي نورينا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. يلا يا عم دور دور يا اخويا دور.
اتفضلي ايدي منك اتفضلي سكوني اتفضلي اتفضلي هي دي الرجوله عشان نعمل ايه؟ تسرقوا الحريم من بين اهاليهم؟ معاش ولا كان اللي يعمل كده يا ست الكل؟ انما انت واقفه ليه؟ ما تقعدي مش قاعده فين بقيت ناسي؟ وهي الروس هتتساوى ولا ايه؟ هم ليهم قعدتهم واني وانت لينا قعدتني. ما تفتكرش انك هتقدر تستفرد بيا يا شناوي بيه، انا واحده حره ومحدش يقدر يلمس شعره مني غير بكيفي. واني خدام كيفك دي يا ست الكل؟ انت عايز مني؟ عايز نقعد مع بعض قعده انس وفرفشه. يعني ايه يعني؟ انت مش كنت بترقصي هناك في المولد وبتغني للزباين بتوعك؟ اهو اللي انت خدتيه من الزباين ده كله كوم، واللي انا هديهولك وقده مرتين كوم تاني، بس ترقصي لي يعني لوحدي. وبعد ما اغني لك وارقص لك ان شاء الله هناكل لقمه ونشرب كاسين، وبعد كده ترجعي زي ما جيتي معززه مكرمه. مش عرفك وايه لازمته بس الحلفان دلوقتي؟ انت مش مأمنالي ولا ايه يا ست الكل؟ يعني مش راضي تحلف؟ ما انا قلت لك محدش يقدر عليا غير بكيفي، احلف. خلاص بشرفي، احنا نشرب كاسين مع بعضينا الاول تسلطني عشان تعرفي تغني وترقصي وانت مزاجك رايق. ما بشربش. خلاص اشرب انا. وعندك مزيكا ارقص عليها ولا هتطبلي؟ هيني مفيش حاجه مش موجوده، كله موجود ومتسجل كمان اللي انتوا بتغنوه عندكم في الفرقه بتاعتكم دي على الموبايل. والله انا هسمعك بنفسي. انا شايف ان زي ما رحنا زي ما جينا، ولا كان زفر ولا تعشينا، جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطره من ابني اللي راجع معدته بخصم بعضها. حقا بس البيت نوسه كان عندها حق، وانا برضو كان قلبي حاسس والنبي، انا قلت ما نروحش بس انتوا اللي طفستوا. هي فين نوسه وخربوش؟ زمانهم بياكلوا محمر والمشمر وانا معدتي بتغني ظلموه. مش لما نطمن على نوسه الاول وبعد كده نبتدي القر يا جمالات؟ يا جرالها ايه نوسه؟ ده معاها اخويا بسم الله ما شاء الله اسد بلا نيله. ما هو ده اللي مش مطمن. تقصد ايه انت يا مشمش؟ بقول لك ايه يا جمالات، اخوك خربوش ده سبب المصايب كلها، يبيع امه وابوه عشان خاطر القرش. يبيع امه وابوه اه، لكن اخته لا. مساء الخير يا جماعه. ايه ده؟ مش عمر، انا مش قادره اصدق عينيا. ليه؟ وحشني. ازيك يا عسليه؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا مشمش؟ الحمد لله انا كويس. الحمد لله على السلامه. عاملين ايه؟ ازيك يا جمالات؟ الله يسلمك. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. امال في النوسه؟ انا مش شايفها معاكم يعني. تجنيله عليك وعلى نوسه في ساعه واحده، بدل ما تسال عليا جت تسال على نوسه. يا عين الواد يغير، الواد عطشان الصبح ماشي الواد من الارض. اديني رقصت لك، سيبني امشي بقى. تمشي؟ تمشي تروحي على فين؟ هروح على فين؟ مطرح ما جيت. طب ما تقعدي تاكلي لك لقمه وتشربي لك كاسات. مش تدفع اللي عليك الاول؟ وهي الليله خلصت. قصدك ايه؟ قصدي ان انت مش هتمشي من هنا الا بامري. هو ده الحلفان اللي حلفت عليه بشرفك يا شناوي؟ اوعي تكوني صدقتي يا بنت ان انا احلف بشرفي والواحدة غازية زيك. أيوة كده بان على حقيقتك يا عرة الرجالة. هاني عرة الرجالة يا بنت المركوب؟ انت يا بنت مش عارفة بتكلمي مين؟ لا مش عارفة بكلم مين، عرفني. تعالي اترزعي هنا، ومرة تانية هتطولي لسانك علي، هخلي رجالة اللي برا دول يذبحوك ويرموك للكلاب. قلتلك ادفعي واشربي لك كاسين، وإلا قسما عظما ما تدريش إلا هيحصل لك يا بنت الفرطوس.